راح ننتقل إلى موضوع آخر وهو الأطفال والألعاب الموجودة بالشارع والأسواق، وهي ألعاب خطرة ربما تكون الأسلحة. سابقا كانت الألعاب بسيطة وتنمي الذكاء عند الطفل، حاليا لاحظ أنه الألعاب كلها تشجع الطفل على العدوان، على العنف، عن الحرب، عن القتل. يعني أقول الأسلحة هاي البلاستيك الموجودة صح يمكن هي رخيصة، لكن هي تعكس روح غلط عند الطفل، تعكس أنه الطفل راح يكون عدواني أكثر، شرير أكثر. مو بس الألعاب، أكو الكارتون اللي دنشاهد أنه طفل أقتلك وحرب، هاي كلها الأمور راح تكون سلبا للطفل. راح نروح للكود، راح نلاحظ أنه الألعاب الموجودة، الألعاب البلاستيكية هي اللي تشجع على العنف عند الطفل. طبعا هي ظاهره غير حضاريه بالنسبه للاطفال. بالنسبه اول شيء دور الرقابه للاب، هاي وحده، ودور الرقابه الثاني اللي يستوردون هذا الشيء من قبل التجاره ومن قبل الحكومه، لازم تمنع هذا الشيء. وتعرف انت بهذا العراق يعني ماكو رقابه بهذا الوقت، ماكو رقابه بالنسبه على الاجهزه الالكترونيه، على الاجهزه يعني ابسط شيء الاجهزه اللي هي خاصه بالاطفال. هذا الشيء يعني ياثر على المقابل. بالنسبه يعني كان ما تشوف المستشفيات، يعني اغلب المستشفيات من وراء هاي الالعاب الناريه بس يريدوا يشوفوا بضاعه للمقابل، مشون بضاعتهم للأطفال على مود شنو يستوردون فلوس من مقابل فلوس، بس هو ما يعني الشيء السلبي إلها يعني ما يعرفون شنو هو. فأنصح هذا الشيء يعني شيء يمنع يعني من قبل الحكومة. نفس الوقت خلقت فد مشاكل ما بين العوائل. اي طبعا، يعني مثلا ثاني جاري مثلا يضرب ابني او يضرب جار المقابل، هذا الشيء السبب حزازية بينه وبين جاري، يعني من قبل شيء يعني هو المفروض ما موجود بالمجتمع. جاي لحظة، الأطفال جاي يشاهدون المسلسلات التركية أو الأجنبية وجاي يقلدوهم بالشارع. طبعًا هذا كل شيء يعني هذا يعمل هذا الشيء. بالنسبة للمسلسلات، مسلسلات على مولات عالم دار مثل هذا الشيء، غير المسلسلات يعني هواي مسلسلات من هذا الشيء. بالنسبة كدورك أم، يعني أنصح العوائل بين ما ينطوا يعني الجهالهم وهيك ألعاب، لأن تأذي أول شيء العين مثلاً، صج ماية ما أعرف شنو، أي يعني مؤذية. ونوصي حكومتنا بين ما يتجرون بهاي الألعاب لأن مؤذية للأطفال، وجاي يلتجئون العفو يعني المسلسلات كمسلسل علم دار هاي اللي بها أسلحة وهيك شغلات، يعني ننصحهم بين ما يبيعون هيك أسلحة وما يشاهدون هيك العوائل كلها. ظهرت ان فد حاله اللي طبعا مع الاسف بعض العوائل تسميها ظاهره حضاريه بشراء الاسلحه البلاستيكيه، والضرر اللي حصل من قبل الاطفال على بعض اصدقائهم او على بعض العوائل. انت كاب بيش تنصح هذه العوائل وبيش تنصح الدوله ايضا؟ والله ننصح العوائل جميعا ان عدم موافق على شراء هذه الاسلحه، لان ادت هواي مشاكل. زين، وهذا طلق يعني مثل ما يقول حتى عن حتى مشاكل عشائريه، يضرب مثل طفل بعينه، يضرب باذانه، يعني الطلق مو طبيعي. الطلق اللي جاي نشوفه هسه حاليا مو طبيعي، وشراء المسدسات بكثره وخاصه مناطقنا يعني انتشرت هاي الظاهره. يعني هسه ما اتصور طفل ما عنده مسدس، ما اتصور عائله ما بيها مثل ما يقول اطفال اغلبيته على هذا المنوال المسدسات. هذا ما يصير. يعني بالنسبه لنا احنا لازم ننصح جميع الاخوه وجميع العوائل وجميع الاخواتنا ما تسمح لاطفالها ان تشتري هاي اللعبه، لان يعني هاي اللعبه ظاهره هم يعني مقتنعين بها ظاهره غير طبيعيه، ظاهره يعني مثل ما تقول يشتري الاطفال. اقول لك احنا لكن احنا شنو السبب؟ السبب على الجهات المستورده اللي جاي تستورد هاي الاسلحه. يعني انا بدل ما استورد هاي الاسلحه استورد هاي القطارات، استورد هذه اللعب مال الاطفال، وحتى باسعار
بسيطة حتى الطفل يقدر مثلا يشتريها، حتى الطفل مثلا يقدر يشتريها. أنا مو أشتري مثلا فد لعبة بسيطة ب10,000 دينار ب15، لكن يجي لو على المسدس، المسدس يشوفه فد مبلغ كلش بسيط، فالظاهر الطفل يعني حالته المادية مثل ما تساعد يشتري هاي المسدس، لكن دي رخصوا هاي اللعب الأطفال، القطارات، أشكال اللعب. يشوفون دول الاطفال، شوفوا علينا ابو علي حبايب، يشوفون دول الاطفال هسه يشترون مسدسات بلاستيكيه ويضربون اصدقائهم، انتم قابلين عليهم؟ تقابلين؟ لا ما قابله. إيه؟ يعني دول الاطفال الصغار ما يصير يلعبون هيك العاب. يعني هسه هذول يشوفون يعني ضاربينهم، ضاربينهم يشوفون بالمستشفيات متعورين، يعني ضاربينهم. حبيبتي ولازم هم يلعبون بالعاب مثل باللعاب بالهاي. نعم يعني نقول ملاعب تليق بيهم. نعم. وهيكي؟ نعم. يعني مثلا مثل شو يلعبون؟ شو يلعبون؟ انت كطفلة نصيحة. باللعاب مثل. سيارات. سيارات مثل. هيكي. حبيبي. زين انت شو تقولي لهم ذول الأطفال يلعبون بألعاب بلاستيكية ويضربون أصدقائهم؟ شو تقولي لهم؟ نقول لهم لا. أنا ليه؟ ها؟ تشتروا ألعاب؟ إيه. زين. تجاي تشوفيهم بالشارع مو تشوفيهم؟ إيه. واقعين. تقول عليهم واقعين. وانت شو تقولي لهم حبيبتي؟ انا اقول لهم ما يصير تلعبون بهاي المسدسات. ليش؟ لان يعورون شو اسمه الولد ويعورون البنات الاطفال، وما ما يصير يلعبون بذني، لازم يلعبون بالسيارات موطارات. ايه؟ يلعبون بغير العاب مو بهذني. حبيبتي يعني الطفل هو ابن البيئة، فاحنا البيئة اللي عايشين بها كلها حروب ومخلفات حروب، 100% هو راح يحب الأسلحة ويحب ألعاب العنف. لكن احنا يعني حسب ما انا قبل فترة سمعت انه مجلس النواب كان اصدر قرار بمنع استيراد وبيع هذه الألعاب، شنو اللي خلى انه لا زالت هذه الألعاب العنيفة بأسواقنا؟ ما أعرف، المفروض هناك رقابة شديدة. وأتمنى من الأهالي أيضا، يعني مو أنتم ماخذين ابنكم للسوق راح يعني ما يقولكم اشتروا لي رشاشة، اشتري رشاشة، اشتري سلاح، اشتري هاي الأشياء اللي هي عنيفة. يا ريت إحنا نعلم أولادنا إنه هذه الأمور ما تجيب إلا الموت وإلا الدمار وإلا العاهات، مثل ما إحنا شفنا شقد أكو أطفال متأذين من وراها.